عندنا طبعا بعض التصريحات اللي هنرد عليها اللي بتكون في شأنها يعني شيء مغلوط شويه عن النادي الاهلي. طبعا منهم الكابتن محمد صديق، لاعب نادي المصريه للاتصالات ولاعب الزمالك ولاعب نادي المقاولين العرب، لاعب فتره في النادي الاهلي سنه او سنه ونص تقريبا، مش متذكر طبعا يعني سنه ونص في الرينج ده، سنه او سنه ونص، موسم او موسمين. كان لاعب باخلاقيات عاليه جدا وكان بتصريحات جيده جدا، ولكن انت عارف فكره ان الباب مقفول شويه في النادي الاهلي فابدا اكسب البطوله الزائفه زي ما احنا عارفين. بالظبط، فطلع بتصريحات غريبه جدا عن شخصيه اصلا ما ينفعش تقبل عليها التصريحات دي، هو المستر مانويل جوزيه. تعالوا نشوف الكابتن محمد صديق قال ايه ونرجع تاني. اللي شفته في الوقت دوت كان من يعني مين؟ بص يعني عايز اقول حاجات جوه الفرقه، يعني انا مش عايز اتكلم، يعني انا كنت بتكون بتلعب اساسي مثلا ستاندر على طول، وبعد كده لما يجي لعيب يعمل مشاكل عشان تيجي تلعب فينقي مين يقعده فينقي محمد صديق يقعده، وحصل في اليابان الكلام دوت لما لعبت انا لعب نهائي افريقيا. لعب نهائي افريقيا رايح جاي، صفاقس رايح جاي، ولعب البطوله الحمد لله. كنت انا وائل جمعه وشادي احنا اللي بنلعب بس. هو جوزيه كان حد بيقول له تلعب مين وما تلعبش مين؟ ايه؟ ايوه. ازاي؟ ايوه حصل. جوزيه؟ حصل. جوزيه؟ انا فينا استنى بس انا بتكلم بجد؟ استنى بس يعني جوزيه بشخصيته بتاريخه بانجازاته كان في حد بيتدخل في تشكيل اللي بيحطه انا مش لاعب، انا مش لاعب نهائي افريقيا. صعبة. انا مش لاعب نهائي افريقيا، انا مش لاعب نهائي افريقيا. انا عارف جوزيه وعشرته، يعني مش الشخصيه اللي حد يقول له تلعب مين وما تلعبش مين. ايه انت انت خدت الميكروفون و... طب اطلع انا على المسرح، سيبنا اطلع على المسرح. يعني في حد كان بيتدخل في التشكيل اللي بيحطه مانويل جوزيه؟ ما انت تقول لي انا راجل مدرب و... ده تخمين ولا معلومه؟ وقالت لي اي مدرب في العالم. أوكي. ده تخمين ولا معلومه؟ لا تخمين 100%. تخمين 100%. كراجل احساسي كمدرب. انا راجل مدرب دلوقتي لعيب كره قديم. وقالت لي اي مدرب في العالم يكون بيلعب بتشكيل افريقيا كله دور الاربعه والثمانيه وقبل النهائي والنهائي وتروح تلعب في كاس العالم اول ماتش وتنقي واحد من 11 تشيله وتحط واحد تاني. يعني كنت شايف مين اللي بيتدخل في التشكيل اللي بيحطه؟ لا مش تداخل، هم يعني اقول لك حاجه حلوه. كان في تشكيل بيلعب بتاع 2005 وكان الدنيا حلوه وكان بركات. طب انت كنت بتلعب بركات وعماد النحاس. ايوه ما انت كنت بتقول انا بلعب اساسي. ايوه انا كنت بلعب اساسي. طب وايه اللي حصل؟ وانا اللي شلت نفسي. هو في ناس جوه الجهاز حبت ان هو تعيد التشكيله الذهبيه تاني، ان هم مين الناس اللي جوه الجهاز؟ الله اعلم، الله اعلم. كان كابتن حسام بدري موجود ولا ممكن كان... ممكن حسام بدري كان موجود قائم باعمال مدير الكوره ازاي وهو اللي جايبك؟ لا انا مش هقول، انا ما قلتش هو اللي جايبني. يعني هو هيجيبني والخواجه هيقول لا مش عايزه هيجيبني غصب عنه. لا طبعا يعني. هو انا ليه قلت الكابتن محمد صديق لاعب سنه او سنتين؟ انا مش فاكر، لان طبعا سمع التصريحات دي، بس التصريحات دي يا كابتن محمد بتقول ان انت ما عبرتش من قدام سور النادي الاهلي. الكلام موجه على انه لمانويل جوزيه، لكن ما تنساش ان كابتن مانويل جوزيه ده وسط اداره النادي الاهلي اللي بتدير الاعمال بشكل مؤسسي. ما فيش اداره للنادي الاهلي مستحيل تفرض على اي مدير فني سواء كان قوي الشخصيه او ضعيف الشخصيه فكره التدخل في التشكيل. فاستبعادا لمدى قوه كابتن مانويل جوزيه الاول شخصيته، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. واعتقد شفت تصريحات رينيه فايلر الفتره الاخيره والوضع ازاي وانا ايه والاداره ايه واداره النادي الاهلي طول عمرها بالشكل ده. فده اولا بخصوص اداره النادي الاهلي. بخصوص مستر مانويل جوزيه اللي في 2001 كان ابراهيم سعيد عامل مشاكل كثيره جدا، ولما كان مستر مانويل جوزيه بيصر على انه يلعب المباراه كان بيلعب المباراه، لدرجه ان في بعض الاوقات كان كابتن ابراهيم سعيد واتحكت الواقع بيلبس نظاره ولا ما يلبسش نظاره، وبرده الكابتن مانويل جوزيه اصر على انه يلعب ويحتفل بعد المباراه واشياء من هذا القبيل. بالاضافه اساسا اللي كانت بدايته مع النادي الاهلي هي ايقاف 5 لاعبين من الفريق الاول ونزلهم يلعبوا مع الناشئين، واسماء ثقيله، اسماء كبيره، وده راجل كان في اول سنه في النادي الاهلي. متخيل بعد ما ياخد البطوله الافريقيه ويرجع المره الثانيه هيسمح ان حد يتدخل في التشكيل؟ متخيل ان حد في مجلس اداره النادي الاهلي ممكن يفكر بالشكل ده وان هو يعمل تآمر او يدعم لاعب على حساب لاعب في التشكيل؟ الكلام ده اكيد يا كابتن محمد مش موجود في النادي الاهلي اطلاقا. ربما انت عصرت الكلام ده في انديه اخرى، لكن الاكيد انه مش موجود في النادي الاهلي. لذلك انا فعلا مش عارف انت لعبت سنه ولا سنتين في النادي الاهلي ولا ما عدتش من قدام النادي الاهلي. الاهم
نحقق في الكلام اللي انت قلت فيه تخمين 100%، يعني كمان بتبني اللي هو مفيش حتى 1% معلومه مؤكده، لا ده تخمين 100%. تخمين 100%. طب نوضح لك الامور، ان انت قلت بتلعب مع شادي، كابتن شادي طبعا وكابتن وائل جمعه، حابب اوضح لك ان قبل ما تنزل الملعب كان في قيمه كبيره جدا اسمها كابتن عماد النحاس، ما كانش رقم واحد بس في النادي الاهلي، كان رقم واحد في مصر، لان كنا وقتها بنلعب بليبرو 3-5-2 ولا مفيش غير عماد النحاس. فبالتالي الكلام ان التشكيل قبل اصابه عماد النحاس كان عماد النحاس اساسي، وائل جمعه، شادي، محمد، كابتن احمد السيد برضه موجود، والكابتن احمد السيد بيخش يعني. بالظبط، مش موجود الكابتن محمد صديق. اتصاب الكابتن عماد النحاس اصابه قويه في 21 يوليو 2006، حرمته من انه يكمل البطوله الافريقيه، وسمحت ليك باعتبار ان خلاص بنحتاج لعيب بديل للكابتن عماد النحاس ان انت تقدر تشارك، وشاركت فعلا زي ما انت قلت في نهائي الصفاقسي ذهاب وعوده. ان في نقطه كده انا يعني لو ركزت فيها هتفهم ان بمجرد عوده الكابتن عماد النحاس مين اللي هيتشال من الثلاثه اللي في الملعب؟ مستر مانويل جوزيه في الدقيقه 70 في مباراه الصفاقسي تغيير في العوده هناك، لما احتاج يزود عدد المهاجمين قال هطلع مدافع. فكر مين المدافع اللي طلع في الدقيقه 70، وانت تعرف مين المدافع اللي هيخرج من التشكيل وقت ما يرجع رقم في مصر، الكابتن عماد النحاس. فعلا رحت لعبت اول مباراه مع اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه، رجع الكابتن عماد النحاس وقتها، شارك الكابتن عماد النحاس. بس حابب اقول لك ملحوظه، ان الكابتن احمد شديد قناوي كان اساسي ايضا في مباراه اوكلاند سيتي. لما انت اتشلت من التشكيل وجا الكابتن عماد النحاس بقيمته اللي كل مصر عارفاها، كمان يا كابتن طارق السعيد اللي كان جاي مع حضرتك من الزمالك ولعب على حساب احمد شديد قناوي، فمستحيل ابدا تكون المؤامره عليك وعلى شديد قناوي بقدر ما هو الامر فني اجاده في ماتش انترناسيونال. وكمان نزل الكابتن حسن مصطفى اللي على حساب الكابتن عماد متعب اللي كان اساسي في الماتش الاول، فدي كلها تغييرات فنيه وامور فنيه. وكمل الكابتن طارق السعيد مكان كابتن احمد شديد قناوي، وكمل الكابتن عماد النحاس مكان حضرتك، فاعتقد الامور فنيه بحته. حاجه يا احمد، في مباراه كلوب امريكا اللي بعدها شارك كابتن محمد صديق لدقائق، فالموضوع ملوش علاقه بالتربص. احنا حبينا نوضح الامور سواء فنيا سواء عن شخصيه كابستر مانويل جوزيه، والاهم شخصيه النادي الاهلي اللي هي لا تسمح بالتدخلات. وكمان لما جبنا الوقائع اللي انت اتكلمت فيها اعتقد الامور بقت واضحه، ان الكابتن عماد النحاس انت لعبت عشان اصابته، ولما يرجع من الاصابه طبيعي ان هو ينزل يشارك مره اخرى. واعتقد كمان الكابتن طارق السعيد شارك المباراتين التانيين على حساب احمد شديد قناوي. ده كان في مفارقه.